ميه مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام، ما حدش يقدر يمس ميه مصر. احنا اتكلمنا مع اشقائنا في السودان وفي اثيوبيا من الاول خالص عدم المساس بالمية. من أجل شرح وجهة نظر بلاده بشأن ملف سد النهضة المتعثر، أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية عن زيارته لمصر ولقاء أعضاء مجلس النواب، لتنتقل المفاوضات المصرية الإثيوبية بشأن سد النهضة إلى مستوى أعلى بعد تعثر المفاوضات على المستوى الوزاري واللجنة الثلاثية. زيارة لرئيس الحكومة الإثيوبية كان قد سبقها زيارة السفير الإثيوبي لمجلس النواب المصري ولقاء الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والتي أكد خلالها أن المشروع الإثيوبي لن يمس حق مصر في مياه النيل أو مصالح الشعب المصري، وأن السد هدفه الأساسي توفير الكهرباء. زيارة دفعت لإطلاق العديد من التوقعات التي من بينها أن يشهد ملف سد النهضة انفراجا في أعقاب رفع مستوى التفاوض. من جانبه هاجم الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق الممارسات الإثيوبية بحق 7 دول مشاركة معها في 22 نهرا وقيامها بإنشاء 15 سدا بقرارات منفردة دون تشاور مع دول المصب المجاورة، مما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة وقواعد القانون الدولي، ومما يعود على دول المصب بالضرر ليس فقط من جراء الآثار السلبية المباشرة، ولكن أيضا مما يترتب عليه من ارتباك في نظم استخدام وإدارة مياه هذه الأنهار في دول المصب. من ناحية أخرى، قدم عدد من نواب البرلمان المصري مذكرة عاجلة إلى الدكتور علي عبد العال، يرفضون من خلالها زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى البرلمان المصري نظرا لخطورة الزيارة المرتقبة كما يقولون، متحفظين على تلك الزيارة لما فيها من رسائل إيجابية سوف تتحقق للجانب الإثيوبي والذي لا يألو جهدا ضد مصر في كافة المحافل الدولية، والتأثير بالسلب على القضية الوطنية مياه النيل باعتبارها قضية أمن قومي مصري وخط أحمر.